طيب خلونا نروح للإرشادات النفسية اللي كنا بنتكلم عليها بقى للولاد، ولادنا بعد ما طلعت النتيجة بتاعت الثانوية العامة، ازاي نقدر نتقبل النتيجة ونبدأ ندعم ولادنا؟ ضيفنا العزيز اللي بنحبه جدا دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. عامل ايه يا دكتور؟ كله تمام؟ نعمل ايه مع ولادنا يا دكتور اذا ما جابوش الدرجات اللي هم بيحلموا بيها واللي احنا كان نفسنا فيها؟ تمام، هي نقطة ومن اول السطر. احنا النهارده خلاص النتيجه طلعت صح، مش لازم الاول الاباء يحتووا ولادهم، خلاص احنا ناخدهم في حضننا، انت عملت اللي عليك، جبت النتيجه التي تتناسب معك. احنا زي ما قلنا كتير، ربنا سبحانه وتعالى اعطينا المخ نصين، في نص مسؤول عن المذاكره وفي نص مسؤول عن الابداع. نص المذاكره هي دي قدراتنا، خلاص نص الابداع نحاول نطوره عشان نستفيد من الابداعات اللي ربنا اعطاها لنا في الموسيقى، في الفن، في النحت، في الغنى، في اي شيء. حلو. النهارده الولد لازم، او البنت، النهارده انا جبت مجموع كذا، ايه الكليه المناسبه لي؟ لازم ادور، واختيار الولد مهم جدا، مش مجرد اختيار الاب والام، مش رغبه اب وام بقدر هي رغبه طالب محقق درجات معينه، ايه الكليات المتاحه لهذا المجموع؟ دي مهمه جدا. في معاهد، في دبلومات، الناس مش حاسه بقيمتها غير اللي بيدخلها ويتخرج منها. لازم عينينا تبقى بره الصندوق شويه، النمطيه والتقليديه الدائمه عندنا ان في كليات قمه وكليات مش قمه، الكلام ده مش موجود في اي حته. لازم نبص النهارده بصوره واقعيه، المجتمع اللي احنا فيه عايز ايه؟ الوظيفه المتاحه ليا اللي انا ممكن تجيب لي اجر عالي او دخل عالي، مش شرط تكون طبيب ولا مهندس ولا صحفي ولا اعلامي ولا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، في كليات تاني كتير ممكن لما انجح فيها تجيب لي دخل ومركز اجتماعي اعلى بكتير جدا من الكليات دي. دي مهمه جدا. في ولاد نسبه 4 من كل 100,000 ولاد عصبيين، بيتوتروا، بيقلقوا، بيخافوا، ان ما بيقدروش يسيطروا على مشاعرهم. لازم الاب والام، والاب والام عارفينهم، يحتووهم، يحضنوهم، يكلموهم، يطمنوهم، ما يسيبهمش ونقعد ندي كلام جارح او مقارنات، فلان جاب وعلان جاب وانت خايب وانت خايبه وانت ما جاب، ان الولد ده هيأذي نفسه. لازم نحتويه، لازم ناخده في حضننا. ابننا العصابي ده اللي هي نسبته قليله قوي، يعني نقول في طلب الثانويه العامه لو بكل كده نقول 20 30 واحد، ليه اسيبهم ان ممكن يأذوا نفسهم؟ لازم احتويهم واخدهم في حضني خوفا من الايذاء. طب الاب او الام اللي يقعد مع ابنه ولا بنته يقول له انت فشلت في انك تحقق اهدافك، او اخص عليك، انت صغرتني، خليت رقبتي قد السمسمه، تقول له ايه ده يا دكتور؟ عايز اقول له سيادتك كده ببساطه، يعني ايه خليت رقبتك قد السمسمه؟ هو انا داخل مسابقه ان انا هاخد بطوله ولا ميداليه ذهبيه ولا فضيه؟ دي امتحانات، زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا اللي بيكتب بايدينا اليمين، نصنا الشمال مسؤول عن المذاكره، نصنا اليمين مسؤول عن الابداع. فالنهارده كل واحد دي قدرات، لازم نعرف ان دي قدرات طالب، ما هواش هيقدر يسحب في الصخره عشان يطلع. مهما انت حاولت انك تجيب له دروس، تجيب له مدرسين، تحاول تغششه بالتليفون ولا دي قدراته كده، وهينجح لو احنا استغلنا القدرات بتاعته صح. مش النجاح ان انا ادخله كليه قمه ويطلع بعد كده منها انا اسف فاشل. ما ياما ناس دخلت كليه قمه وطلعت موظفين، ما يعني ما خدوش اي حق في الحياه يتناسب مع المجاميع اللي كانت سوبر. لما كنا بنسمع واحد جاب 106% و107%، يعني نقول ده عيل سوبر، ده اللي جاب اعلى من 100% ازاي؟ ايوه طلع الكلام ده كله، ده ضحك على الدهون. انا اسف، هذه القدرات بتبان لما بيدخلوا الجامعه. الامور بتختلف تماما يا فندم، القدرات بتاعه الطالب تبان في نجاحه في اي كليه يدخل فيها، يحقق ذاته فيها، ينجح في المجال ده. المجال ده طالما هو بيحبه، ده الاهم، ان انا ادي فرصه لابني او بنتي يدخل مجال هو حبه، هو نفسه شايف نفسه فيه. اللي عايز يدخل كليه عسكريه يدخل، اللي عايز كليه رياضيه يدخل، اللي عايز كليه فنون تطبيقيه، اللي عايز فنون جميله، اللي عايز هندسه، عايز طب، عايز زراعه، عايز تجاره،
بس يلقى نفسه. ياما ناس دخلت الزراعه واصبحت مشاهير جدا من الزراعه، زي ما سعادتك ذكرت سمير غانم، انت ذكرت فنانين كتار، الفنان عادل امام وغيره، في علماء كبار يعني الدكتور احمد مستجير عالم الجينوم البشري العظيم والاشهر والاهم. الدكتور احمد مستجير خريج زراعه وفضل استاذ في زراعه حتى اخر يوم في حياته، وهو واحد من اهم علماء الجينوم على مستوى العالم. يعني انا بستغرب. طب يا دكتور، دكتور احمد زويل خريج علوم، دكتور احمد زويل خريج علوم مش خريج طب او هندسه، مش خريج طب ولا هندسه. الاب والام اللي طول الوقت يقعدوا يمسكوا ولادهم انت لازم تخش طب، انت لو ما دخلتش طب ما تبقاش ابني ولا اعرفك، او انت لازم تخش هندسه لو ما دخلتش هندسه لن تبني ولا اعرفك، ينفع الكلام ده؟ ده هيجي لي مريض بقى الولد ده. ده للاسف بيجي لي والله من محافظات كتير. قال ولد بيعيد ثانويه عامه سنتين ثلاث مرتين وثلاثه، انا اصل ابويا نفسي يدخلني طب، انا بعيد ثانويه عامه عشان ابويا نفسي يدخلني الهندسه. يا ابني ما كل الكليات احسن من طب وهندسه، هتلقى نفسك انت نفسك في ايه؟ انا ما اعرفش، اصل بابا اللي عايز، هو بابا اللي هيدخل الكليه ولا حضرتك؟ طب في جمله كده الاهالي دايما يرددوها قدام اولادهم وعلى مسامعهم، يقول له ايه؟ يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. فتلاقي الولد مشغول بانه انا مش عاوز اتهان في حياتي. يعني انا هو مين؟ هو الاهانه ان انا ما اجيبش الدرجات دي؟ ما دي الفكر التقليد القديم يا فندم، اللي هو بتاع ان الثانويه العامه دي هي عنق الزجاجه للحياه، وهي دي اللي هتعمل منك انسان مارد وخلاق في هذه الحياه، او تعمل منك انسان فاشل. هو ده الفكر القديم، ده فكر الستيناتي. يا حضرات احنا النهارده في سنه 21 في القرن ال 21، الفكر اختلف، الظروف الاجتماعيه اختلفت، الظروف الاقتصاديه اختلفت، مجالات الحياه اختلفت. يعني احنا بنتكلم في فكر الستيناتي بيقول ان القدرات الماديه كانت ضعيفه، فاللي بيدخل كليه بيقدر يجيب 25 جنيه في الشهر، فبنقول عليه كده كويس، ضمننا 25 جنيه من الوظيفه الحكوميه. اللي يسيب الميل يتمرغ في ترابه. النهارده الفكر اختلف. النهارده مجالات العمل، انت لما تشوف كل البايونيرز في المجتمع بتاعك، مش حد طبيب ولا مهندس. اللي خريج تجاره، اللي خريج اداب، اللي خريج علوم، اللي خريج ده خريج، بس المهم نجحوا في الحياه، عرفوا يخططوا لمستقبلهم ومشوا في الحياه بالصوره السليمه، فوصلوا لاعلى المراكز سواء علميه او ماديه. يا رب يوفق جميعا. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور جمال، نورتنا وشرفتنا وافدتنا كما جرت العاده. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نصائح للطلبه ولاولياء الامور.